السلام عليكم، معنا فيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن كتاب جديد وهو كتاب عصر العلم وهو سيرة ذاتية وملخص لحياة الدكتور أحمد زويل رحمة الله عليه يوسف أبو العلا من إنجلترا ورسالة للأقلية المهتمة. عصر العلم، هنبدأ كان زي ما تعودنا بالتعريف بالكاتب، وهو الدكتور أحمد حسن زويل من مواليد 26 فبراير 1946 وتوفى في 2 أغسطس 2016. هو عالم كيميائي مصري أمريكي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1999 لأبحاثه في مجال الفيمتو سكند، والنتيجة أو المحصلة النهائية للأبحاث دي كانت اختراعه للميكروسكوب اللي بيقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية، وإمكانية رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية وقت حدوثها. وطبعا هو بيعتبر رائد كيمياء الفيمتو ويلقب بأبو كيمياء الفيمتو. الدكتور أحمد زويل هو أستاذ الكيمياء وأستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتقنية. لماذا هذا الكتاب؟ الكتاب قراءة في السير الذاتية لمجموعة من العلماء والمفكرين وبعض الشخصيات المؤثرة في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، ودي كانت مجموعة القراءات الحديثة اللي أضيفت مؤخرا خلال السنة دي. من فين اتحصل على الكتاب؟ الكتاب متوفر من دار الشروق. ملخص الكتاب، الكتاب زي ما قلنا هو سيرة ذاتية لحياة أحمد زويل. الأستاذ أحمد المسلماني هو اللي قام بتحريرها وكتابتها، وطرح الكتاب على الأديب العالمي الأستاذ نجيب محفوظ، وإن هو كتب المقدمة الخاصة بالكتاب. الكتاب بيقع في جزئين وملخص صور وهوامش. الجزء الأول من الكتاب هو جولة مع زويل في رحلته من دمنهور حيث المولد إلى تسوق، وصولا إلى الأسكندرية حيث جامعة الأسكندرية وكلية العلوم، ومنها إلى أمريكا. اتكلم طبعا باستفاضة عن البيروقراطية اللي تعرض لها في أثناء التجهيز للمنحة والسفر لأمريكا، واتكلم فيها عن دور دكتور عبد الرحمن الصدر ورؤيته لمستقبل زويل اللي لخصها في الكلمة اللي قالها له. قال له انا همضي لك على الورق بس انت هتسافر ومش هترجع تاني، وهو ما حدث بالفعل ان الدكتور احمد زويل سافر وبدأ رحلته وما رجعش مصر غير بعد ما حصل على جائزة نوبل. في خلال الكتاب في الجزء الاولاني رصد التحولات الرهيبة اللي مر بيها احمد زويل نفسه، من التحولات الثقافية من الثقافة المصرية للثقافة المتأصلة في بنسلفانيا، وختاما بكاليفورنيا والاهتمام والتفرغ للعلم بصورة كاملة بعد انفصاله عن زوجته، وصولا لجائزة الملك فيصل وتعرفه على زوجته الثانية الأستاذة ديمة. طبعا في طريق الوصول لنوبل حصل على جوائز عديدة، كان منها جائزة الملك فيصل، جائزة ويلش، جائزة وولف، وجائزة بنجامين فرانكلين في يوم 23 أكتوبر سنة 1999. حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل اللي بتكلل مجهوده ودراساته في مجالات الكيمياء، عن اختراعه الكاميرا لتحليل الطيف تعمل بسرعة الفيمتو سكند. وبعدين بيجي ملخص الصور وبيتبعه الجزء الثاني، وهو عبارة عن مجموعة من المحاضرات والمقالات اللي ألقاها زويل، وهي مجموعها 5. المقال الأولاني هو أو المحاضرة الأولانية هي مستقبل عالمنا، والتي ألقاها في الأمم المتحدة واتكلم فيها عن مستقبل العلوم. المحاضرة الثانية كانت البحث عن المعرفة، وهي كانت محاضرة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفيها اتكلم عن رحلة النجاح وعن الثورات العلمية. 3 كان مستقبل العلم في العالم العربي، وهي محاضرة ألقاها أيضا في الأمم المتحدة، واتكلم فيها عن التحديات والمعوقات اللي بتواجه العلم وكيفية التغلب عليها. 4 مستقبل العلم في مصر، وهي كانت مقال
كتبها في الأهرام المصرية، وزي ما هو واضح من العنوان فهو كان بيتكلم عن حال العلم والمؤمل له في مصر والتحديات اللي بتواجهه. خامس حاجة كانت حوار مع المستقبل، سياسات وشخصيات. كان مقال هو عبارة عن حوار بين الدكتور أحمد زويل والأستاذ مسلماني في صورة سؤال وجواب عن الشخصيات والرموز اللي اتأثر بيها الدكتور زويل من ملوك ورؤساء دول وتجربته معهم من خلال أسئلتهم عن العلم وعن التحديات اللي واجهت دولهم في مواجهة العلم. بعد كده ملحق الكتاب وهم 3 جزيئات. الجزء الأولاني كان من أجل العلوم والتكنولوجيا، الجزء الثاني كلمة زويل في حفل قلادة النيل، الجزء الثالث كان كلمة زويل في حفل نوبل. طبعا الكتاب رحلة في عالم زويل هنقدر نتعرف فيه عليه من قرب. وأخيرا زي ما احنا متعودين اقتباس الكتاب: فالتعليم الجيد يؤدي إلى علم جيد، والعلم الجيد يؤدي إلى تكنولوجيا جيدة، فلا تكنولوجيا بلا علم ولا علم بلا تعليم. أتمنى يكون الملخص عجبكم، وإن شاء الله إن شاء الله نتقابل في فيديو جديد قريب مع يوسف وكتاب ورسالة الأقلية المهتمة. السلام عليكم.